امرأة تعمل في سفارة الكاميرون وهي غير مسلمة وأسلمت في جدة، تريد الحج وليس معها محرم، ماذا تفعل؟ جدة قريبة، ليست مسافة قصر، لها أن تعمل الحج، لأن جدة ليست مسافة قصر. الآن تجي مع جماعة نساء، مع سيارة فيها نساء، لا بأس، لأن هذا ما هو بسفر. من جدة إلى مكة ما هو بسفر الآن. نعم، تقارب البنيان بينهما ولم يبق بينهما مسافة قصر. نعم.